أعزائي الطلبة والطالبات الصف الأول للإعدادي، هنكمل مع بعض النهاردة الدرس الثالث في الوحدة الثالثة، والدرس بعنوان الحياة الثقافية والفكرية. هنتكلم في حياتهم الثقافية والفكرية أيام الفراعنة، هنتكلم عن العلوم اللي كانوا بيدرسوها، هنتكلم عن العمارة، هنتكلم عن الفنون. تعالوا مع بعض نتكلم عن أول علم عندي من العلوم هو علم الفلك. كمان هندرس مع بعض علوم تانية غير علم الفلك، هندرس علم الحساب، هندرس علم الهندسة، هندرس علم الطب، هندرس علم الكيمياء. أدرك المصري القديم إن هو عشان يعمل حضارة زي الحضارة الفرعونية لازم يهتم بالعلم والعلماء، ويوفر للعلماء كل الوسائل اللي يقدروا بيها يبدعوا، كمان يهتموا بالعلم اللي قايم على البحث والتجربة. يبقى أدرك المصري القديم إن هو ما يقدرش يعمل حضارة من غير ما يهتم بالعلم والعلماء، علشان كده اهتم بالعلم والعلماء ووفر لهم كل الوسائل علشان يقدروا يبدعوا، وكمان اهتموا بالعلم اللي كان فيه تجارب وفيه أبحاث. طيب تعالوا مع بعض نتعرف على أول علم عندي وهو علم الفلك. يعني إيه علم فلك؟ يعني علم النجوم والكواكب. قدر المصريين القدماء إن هم يتوصلوا إلى معرفة الكثير من مواقع النجوم والكواكب. قدروا كمان يعرفوا إن اليوم متقسم، قدروا كمان يقسموا اليوم عندهم لـ 24 ساعة، 12 ساعة بالنهار و12 ساعة بالليل. كمان المصريين القدماء قسموا السنة عندهم لثلاث فصول، وثلاث فصول اللي هو زي فصل الفيضان والبذر والحصاد، يعني قسموا السنة عندهم تناسب الدورة الزراعية. يبقى جين هنا سؤال أكمل، قسم المصري القديم السنة إلى كام فصل؟ هقوله ثلاث فصول. أكمل، ثلاث فصول بتناسب إيه؟ هقوله بتناسب السنة الزراعية أو الدورة الزراعية. كمان المصريين القدماء عرفوا التقويم الشمسي، قسموا السنة عندهم ل 365 يوم، والسنة عندهم كان فيها 12 شهر، والشهر فيه 30 يوم، 24 ساعة، اليوم فيه 24 ساعة، 12 بالنهار و12 بالليل. سموا آخر خمس أيام في السنة سموها أيام النسيء، ودي أيام كان فيها احتفالات وأعياد إنها تبدأ سنة جديدة. يبقى عرف، يجي هنا سؤال أكمل ويقول عرف المصري القديم التقويم نقط، هنقول عرف التقويم الشمسي. قسموا السنة لكام يوم؟ هنقول 365 يوم. آخر خمس أيام في السنة كنا بنسميهم أيام النسيء. طيب تعالوا مع بعض كمان بنقول إن أنا عندي كانت الشمس بتتعامد مرتين على وجه الملك رمسيس الثاني، مرة يوم ميلاده ومرة يوم جلوسه على العرش. كده يبقى احنا تعرفنا على علم الفلك وهو علم النجوم والكواكب. كمان برع المصريين القدماء في علم الحساب، وقدر المصري القديم ان هو يستخدم الحساب ده في ايه؟ قال لي اول حاجه بدا يستخدمه في ان هو يعد غنائم الحرب، الحاجات اللي كانوا بيكسبوها من الحروب بداوا يعرفوا عن طريق الحساب ان هم يعدوا ايه الحاجات اللي كسبوها من الحرب. كمان استخدم الحساب في تنظيم ميه الري، يعرف الميه كتيره ولا ميه النيل قليله. كمان عن طريق الحساب قدروا يقدروا مساحة الأرض الزراعية، هل مساحة الأرض كده كام عدد مساحة الأرض بتاعتي. كمان استخدموا وحدات قياس اسمها الأدم والزراع، يبقى كانوا بيقيسوا الأرض الزراعية بوحدات قياس زي إيه؟ اسمها الأدم والزراع. كمان استخدموا الحساب في إن هم يشوفوا كمية المحصول اللي خارجة من الأرض، رواتب الموظفين، المعاملات التجارية والفلوس، كل ده عن طريق إيه؟ عن طريق الحساب. يجي لنا هنا سؤال ويقول يدللي على صحة العبارة أو بما تفسر براعة المصريين في علم الحساب. هنقول إن هم استخدموه في إن هم يشوفوا مساحة الأرض قد إيه، كمية المحصول اللي خارجة، يعدوا غنائم الحروب، كمان عندي يشوفوا رواتب الموظفين وهكذا. كمان تعالوا نشوف ثالث علم من العلوم اللي برع فيها المصريين القدماء هو علم الهندسة. هندسة يعني مربع ومستطيل ومثلث وهكذا. قدر المصريين القدماء فعلا ان هم يعرفوا المربع والمستطيل، والدليل على كده كمان بناهم للايه؟ للأهرامات. عرفوا كتير من الأشكال الهندسية زي المربع والمستطيل، والدليل على ذلك ان هم بنوا الايه؟ الأهرامات. طيب تعالوا نشوف عندي رابع علم برع فيه المصريين القدماء هو علم الكيمياء. قدر المصريين القدماء ان هم يوصلوا ازاي صنعوا الألوان، ازاي يصنعوا الأصباغ، كمان قدروا ان هم يصنعوا العقاقير اللي هي الأدوية. كان زمان بيصنعوا العقاقير من الايه؟ من الأعشاب الطبيعية. يجيني هنا سؤال مهم جدا ويقول لي أكمل، كان المصريين القدماء بيصنعوا الأدوية والعقاقير من نقط، هقوله كانوا بيصنعوها من الأعشاب. دلل على صحة العبارة، براعة المصريين في علم الكيمياء، هقوله ده قدروا يصنعوا لي الألوان والأصباغ وكمان الأدوية. تعالوا نشوف خامس علم برع فيه المصريين القدماء
هو علم الطب. طبعا احنا عارفين ان مهنة الطب من ايام الفراعنة وهي مهنة محل احترام وتقدير لدى المصريين القدماء. قدر المصريين القدماء ان هم يشخصوا المرض ويبدأوا يعالجوه. كان عندهم كمان تخصصات في الطب، عيون، جراحة، بطنة، واسنان وهكذا. كمان ان قدر المصريين القدماء ان هم يحنطوا جثث موتهم، ولحد الان لم يتوصل العلماء الى سر التحنيط. ما كنا لحد دلوقتي احنا مش عارفين ايه الحاجات اللي كانوا بيستخدموها عشان يحنطوا. واحنا عارفين يعني ايه كلمه تحنيط، يعني ان انا احفظ جسم الميت سليم. طب يا ترى هما كانوا بيحنطوا جثث موتاهم ليه؟ ايوه، خدنا قبل كده ان هما كان عندهم عقيده اسمها عقيده البعث والخلود والحياه بعد الموت، عشان كده كان مهتم جدا ان هو يحتفظ بجسمه سليم، فقام بعمليه التحنيط. كده احنا درسنا مع بعض العلوم. تعالوا مع بعض نتكلم عن الجزء الثاني وهو العمارة. العمارة يعني بنوا لي ايه؟ قالوا لي بنوا لي المساكن، بنوا لي المقابر، بنوا لي كمان المعابد. هنتكلم على جزئية جزئية، وطبعا اديني دليل ان هم برعوا في العمارة. هنقول الدليل على كده وجود الاهرامات والمعابد موجودة حتى الان. طب تعالوا نشوف اول حاجة عندي المسكن. طبعا احنا عارفين ان مصر القديم كان بيبني مسكنه من الطوب اللبن، علشان كده المساكن ما فضلتش موجودة لحد دلوقتي. بيجي لنا هنا سؤال اكمل ويقول لي بنى المصري القديم مسكنه من؟ هقول له بنى مسكنه من الطوب اللبن. لكن لو جينا بصينا على المقابر بتاعته هي موجودة لحد دلوقتي اللي هي الأهرامات، فكان بيبنيها من الحجارة. يجي هنا سؤال، بنى مسكنه من الطوب اللبن بينما مقبرته كان بيبنيها من؟ هنقول الأحجار، عشان كده هي فضلت موجودة حتى الآن. طيب تعالوا نشوف بقى شكل المقابر زمان كانت عاملة ازاي. قال لي أول حاجة عندي كانت المقبرة زي ما احنا ما شايفين في الصورة عبارة عن حفرة بيضعوا فيها الميت، حفرة تحت الأرض. بعد كده المرحلة الثانية كانت عبارة عن حجرة أو حجرتين تحت سطح الأرض وفوقيها مصطبة واحدة. المرحلة الثالثة بدأ بقى يبنوا هرم الملك زوسر، بنى لي الهرم المدرج المكون من 6 مصاطب فوق بعض. رابع شكل للمقبرة، وده الشكل الأخير وهو الهرم الكامل زي أهرامات الجيزة. ده شكل المقابر زمان، حفرة مصطبة واحدة 6 مصاطب، بعد كده الهرم الكامل زي أهرامات الجيزة. وزي ما قلنا هما كانوا بيبنوا أهرامات المقابر بتاعتهم من الحجارة. ما النتيجة المترتبة على بنائهم لمقابرهم من الحجارة؟ هنقول ظلت موجودة حتى الإيه؟ حتى الآن. تعالوا بقى نتكلم عن المعابد. يعني ايه معبد؟ معبد المكان اللي كان بيتعبد فيه المصريين القدماء. برضو دلوقتي هنلاقي عندنا معبد الكرنك، معبد الأقصر، معبد حتشبسوت، كل دي معابد موجودة حتى الآن. برضو كانوا بيبنوا او قاموا ببناء اهرامتهم وكمان معابدهم من الايه؟ من الحجارة. يبقى بنقول المعابد بنيت من الحجارة. والمعابد عندي بتنقسم الى قسمين، معابد جنائزية زي ما احنا ما شايفين، ومعابد تانية اسمها معابد الآلهة. يبقى ايه هي انواع المعابد زمان؟ هنقول معابد جنائزية وكمان معابد الآلهة. طيب تعالوا ندرس مع بعض معابد جنائزية. معابد جنائزية من اسمها كده، في صلاة جنازة على الميت، في طقوس عشان في حد ميت، تمام. يبقى بنقول معابد جنائزية دي كان بيقام فيها الصلوات والطقوس الجنازة على المتوفي. طيب بنقول لكن معابد الآلهة من اسمها كده، أنا بقدم القرابين والهدايا للإله في المعبد. يبقى معابد الآلهة هي كان بيقام فيها الشعائر والطقوس وبقدم القرابين للآلهة. هناخد أمثلة للمعابد الجنائزية وهناخد أمثلة لمعابد الآلهة. طيب بنقول معابد الجنائزية زي معبد حتشبسوت في الدير البحري، كمان معبد الرمسيوم اللي بناه رمسيس الثاني. يبقى يجي يقول لي كده أكمل، من المعابد الجنائزية معبد نقط ونقط، أو المعبد الرمسيوم وكمان معبد حتشبسوت. لكن من المعابد الآلهة هنقول معبد اللوكسور، معبد أبو سمبل، وكمان معبد الكرنك. زي ما المصريين القدماء ما برعوا في العلوم وبرعوا في العمارة، كمان برع المصريين القدماء في الفنون. هنتكلم عن فن النحت، هنتكلم عن فن الرسم على الجدران وتلوينها، هنتكلم كمان على النقش على الحجر. تعالوا ندرس أول حاجة عندي فن النحت. برع المصريين القدماء في فن النحت، والدليل على كده نحتهم لتمثال موجود حتى الآن وهو تمثال أبو الإيه؟ أبو الهول. يبقى اديني الدليل على براعة المصريين القدماء في فن النحت. هنقول إن هم عندي الدليل على كده نحتهم لتمثال أبو الهول. تعالوا نشوف كمان بقى الرسوم أو الرسم على الجدران المقبرة ويبدأوا يلونوها. ده طبعا زي ما احنا شايفين تمثال أبو الهول.
تاني حاجة عندي ان هما كانوا بيرسموا على جدران المعابد، سوري جدران المقابر، وبيلونوها. احلى مقبرة مرسوم عليها رسومات ومتلونة، ودي اشهر مقبرة عندي، وهي مقبرة الملكة نفرتاري. مقبرة الملكة نفرتاري مرسوم عليها رسومات والوان يعني قوية جدا، فبنقول من دللي على صحة العبارة او دلل على صحة العبارة براعة المصريين في فن الرسم على جدران المقابر وتلوينها، هنقول الرسومات والاشكال الموجودة عندي على مقبرة الملكة نفرتاري. اخر حاجة عندي النقش على الحجر، وطبعا ده كان بينقشوا في المعابد على الأحجار. وبكده يبقى احنا درسنا مع بعض في الحياة الثقافية والفكرية، درسنا مع بعض العلوم، درسنا مع بعض الفنون، درسنا مع بعض العمارة، وعرفنا قد ايه المصريين القدماء برعوا في حياتهم الثقافية والفكرية. وبكده انا انتهيت من درسي، والسلام عليكم ورحمة